تطوير الطاقات المتجددة والرفع من النزاع الطاقية هي العناوين الكبرى لاتفاقية شراكة موقعة بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة والمدرسة الوطنية العليا للمعادن، إلى جانب تعزيز برامج التكوين الأكاديمي والتكوين المستمر والولوج المتبادل إلى البنى التحتية. ويأتي هذا بعد حصول يعني المدرسة على الموافقة على البحوث في مجال الدكتوراه. طبعا البحث العلمي هذا الآن ضروري وأساسي، وقد أثبت ذلك مقتنعين به منذ زمان، ولكن أثبتت كوفيد بأنه مستقبل المغرب، مستقبل الاقتصاد المغربي، مستقبل الصناعة المغربية، مستقبل أيضا الطاقات، مرتبط بالاستثمار ومزيد من الاستثمار في مجال البحث العلمي. الهدف ديال هذه الاتفاقية هو أننا نشاركوا في تطوير مختبرات في ميادين مهمة بالنسبة للبلد ديالنا، الرقمنة في ميدان الطاقة، تسيير الطاقة، وميادين مختلفة باش نقدروا أن نساندوا مشاريع بحث ونساندوا مختبرات. الاتفاقية المبرمة بين المؤسستين والتي تهم ميدان البحث والتكوين التطبيقي تتوخى المساهمة في تطوير مختبرات متخصصة في مجالات حيوية بالنسبة للمملكة المغربية. هذه الاتفاقية لها دور أساسي في بداية أو في تطوير البحث العلمي في المدرسة الذي تمت اعتماد مسالك الدكتوراه في هذا السنة الدراسية، وبهذا سوف يكون طلاءة جيدة في مجال البحث العلمي. كما تروم الاتفاقية المساهمة في رفع مختلف التحديات التي تواجهها المملكة في مجال الطاقة وتدعيم جهود التعاون بالنظر إلى الكفاءات العلمية المتوفرة في المؤسستين.